مجلس النواب فريد مكاري أن السيد حسن نصر الله كان أشبه بمحامي دفاعا عن النظام السوري وأدى دور الناطق الرسمي باسم النظام الإيراني. أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اسم الوزير السابق ميشيل سميحة على لائحة الإرهاب وجمدت أي أصول له خاضعة للسلطة القضائية الأمريكية، كما أعلنت في بيان لها إخضاع سميحة للأمريكان تي في الذي يستهدف الأشخاص الذين يقاومون سيادة لبنان بما فيهم الذين يدعمون محاولات نظام الأسد للتحريض على العنف داخل لبنان. للتحركات تنديد دولي واسع بقصف كتائب الأسد لمخيم اليرموك، والرئيس الفلسطيني يتحرك دوليا وعربيا لمنع المجزرة تحت المخيم. وطالب القيادة السورية والمعارضة بتحديد المخيمات الفلسطينية عن الأزمة السورية. الجدل مستمر في مصر حول الاحتفالات بإضاءة شجرة الميلاد مستمرة مع اقتراب العيد المجيد. كثير صادق والعطاء الذي لا ينضب. ثلاثا أن للنازحين بات ساحة حرب، واختفى زعيم الجبهة الشعبية القيادة العامة أحمد جبريل بعدما انقسمت مجموعة بين النظام والجيش الحر. للمزيد عن أخبار مخيم اليرموك تنضم إلينا عبر الهاتف الناطقة باسم شبكة شام في دمشق ورفيها إيمان الهدى. سيدة إيمان أهلا بك معنا، بداية ما جديد الاشتباكات في مخيم اليرموك؟ نعم أستاذة حنادي، متطوعون سوريون بين الأردن والسعودية ينظمون حملة أهل الغربة وقت الكربة لمساعدة النازحين إلى مخيم الزعتري. مساء الخير وإلى العناوين. ينصب نفسه محامي دفاع عن نظام الأسد المتهاوي في سوريا في وقت تتواصل فيه أعمال القتل التي حصدت اليوم أكثر من 80 قتيلا، حيث لا تزال المعارك العنيفة محتدمة بين الجيش الحر وقوات الأسد في أكثر من منطقة، لا سيما مخيم اليرموك الذي يتعرض لمجزرة تلاحق التنديد بها فلسطينيا من خلال تحرك للرئيس الفلسطيني في المحافل العربية والدولية ومن خلال سلسلة مواقف للفصائل الفلسطينية. البداية من انفجار بلدة طير حرف الذي سارع حزب الله إلى تطويقه، فيما أصدرت مديرية التوجيه في الجيش بيانا قالت فيه إن دورية من الجيش ضربت طوقا أمنيا على المكان، وتم تكليف لجنة من الجيش للتحقيق في الموضوع بإشراف القضاء المختص.